يا هلا والله بالشباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ رجعنا وياكم فيديو جديد، حلقه جديده. هاي الحلقه تختلف عن باقي الحلقات، راح تكون يعني دعم الموهبه العراقيه. احسن ما ندعم يعني باقي المواهب، ندعم موهبه عراقيه تكون افضل. وهاي الموهبه يعني اكو هواي ناس يعني ما ملتفته لها، اكو هواي ناس مسويتها بس من دول الخارج، يعني ما يباعون عليها العراقيين. هنا موجوده عندنا بالعراق. تعال ويانا خلينا نشوف هذا الطفل الموهوب. تعال يانا يعني. هاي هنا اول حركه يغمض عيونه. اول يوم لاعب كذا خوش لاعب والله لاعب بس وقف وقف كلش حلو. اول هنا يا ميسي مخلي هناك اثنين ناس واقفين يمكن ما يدرون، وهو راح يقلدها اعتقد الحركه، لان صعبه هسه هاي لازم يطبها من جوا. ايه صعبه هسه هاي الحركه. الله 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 والله 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 خوش لاعب هذا، والله تستاهل يا اخي، موهوب والله فنان. بس ترى جديات الحركه كلها صعبه. شاك بقى كابو لاعب يا يا بي. من جوا لاعب والله، بس لا تحزنون ايش فيك. والله هنيك موهبه حلوه كلش هنيك. طبعا هذا الشخص يعني الموهبه مو يعني مو بس طوبه محدوده، لا طوبات طوبات من المعلوم. لك لا مو هيك يعني قصدي، يعني انه يعني الكره مال رجل، هاي الطوبه الصغيره بالايد، يعني بليار غير شغلات، يعني يتفنن يعني شخص صدق موهوب. هسه هاي الحركه يمكن اعتقد خلينا نشوف ان طوبتين والله شنو طوبتين. لا فاتح عيونه يعني يقول طوبة انه تدخل فوق ايش اسمه هو هذا الشبكه وطوبة تدخل يعني الرينج. يعني ترى صعبة افتهمت، احنا طوبة واحدة ما مدبرين. لا 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 والله العظيم لا صفق له صفق له صفق صفق له صفق له لا عوب يخبل والله يستاهل. باع السنة على الدكتور. بس هاي شلون رفعت الجو؟ شلون رفعها؟ هو موهبة، انت طوبة واحدة ما مدبرها. هو طوبة هنا عدة ثلاث طابلات وطوبة صغيرة، وراح يحط قلاص. طوبة الصغيرة راح يشمرها، راح تنزل من ذن الطابلات راح تروح للقلاص. لما نخلي الفيديو لعدة والله يلا يلا معلومات بعد والله خنباء. هو قبل لا يشرح انا اشرح له. يلا حلو بابا طبت بالقلاص بعد ايش حاجة هو غير قلاص. هسه هنا هاي حركة ثانية تبي تطيح الصبا. الحركه الثانيه هي شنو عصبه وبعدين ترجع راح ياخذ صوره لو لا لا عصب وترجع هنا بالقلاص. حلو طبت بالقلاص والله ما فنان الله الله على الحركه دي. بابا هاي سلو موشن، هاي سلو موشن هنا والله فنان لاعب عندي والله العظيم. هو فنان لو نقله لاعب هو لاعب لا لاعب بابا هو اللاعب تقول له فنان تقول له كل شيء، لان هذا يستاهل الدعم. اي بس يعني خوش يعني خوش شو اسمه هذا موهبه حلوه تستاهل والله العظيم. يعني حرامات انه اكو هواي اشخاص يعني ما جاي هسه عندك ناس راح يسوون راح يصفطن يعني بالطول. لا لا الطبله مخليها على الحائط وعاكسها ما راح يخلي قلاص خلي القلاص. بس شلون ماخذ القياس يعني قلبه هنا وطب الطوبه هنا؟ هو بعد هاي تفكيره يورا حلو من اول وحده زط بط بالقلاص. بس والله فتشي يعني تبع شو لا فتشي يعني صدق روعه والله عمي حلو والله تستاهل والله العظيم. هسه هنا يوسف ست القلاص ست الكره بالقلاص. يوسف ستها بالقلاص حاطها بالقلاص وصلت شكرا عفوا تاشي تري يوسف حطها بالقلاص. والله عمي موهبه تستاهل الدعم الله يشهد. والله العظيم استمر حبيبي مالك دخل مضغوطين. واحنا اول الداعمين لك يا حبيبي، واللي اتمناه من اللي جاي يشوفوني انه يشتركون بقناته وما يقصرون وياه. اريد شكو واحد يشاهد هذا الفيديو يروح يشترك بقناته، لان الانسان موهوب يستاهل الدعم. يعني موهبته حلوه يعني كلش. موهبته حلوه حرامات يعني انه هذا الشخص ما حد يدعمه ما حد يلتفت له. اللي اتمناه من عندكم انتم كاشخاص وانا كشخص عادي هماتين حال حالكم انه ندعم قناته ونوصله لل10000 مشترك، لان شخص يستاهل. واللي جاي يشوفنا ويريد يدعمه
والله العظيم يستاهل هذا الشخص. بالاخير نقول لكم في مالان ولا تجوا ترحوا له خطيه وكتبوا له من طرف مختلف يا رب ترحوا له روحوا له كتبوا له من اي طرف بس اهم شيء الدعم صعدونا يعني تلقونه بالحلقه الجايه فيلم قصير في مالان الله يعطيك العافيه يلا.